أعزائي المشاهدين، ويسعدنا أن نلتقي مع الأستاذ الدكتور منير ويليام، استشاري جراحة التجميل والأمراض الجلدية. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. طبعا احنا بنرحب بحضرتك وبنشكر حضرتك على لمسة الوفاء المتجددة دائما في كل عام، وهذه الخدمات التي تقدمها باستمرار لجيل الرواد. في البداية احب اسأل حضرتك، من خلال الخطابات اللي وصلت لأسرة البرنامج، هناك العديد من المشكلات التي تتعلق بكبر السن في والأظافر. اولا نتكلم، نقول في البداية تكوين الظفر هو ايه؟ الحقيقة الموضوع ده سيادتك موضوع مهم جدا. احنا لو اتكلمنا في البداية، جلد الانسان اكبر اعضاء جزء من الانسان من حيث الوزن، وزنه حوالي 4 كيلو جرام، مساحته حوالي من 1.5 ل2 متر مربع. جلد الانسان سمكه حوالي من 4 ل6 ملي، وبيتكون من البشرة والقدمة. جلد الانسان ليه 4 زوائد او ملحقات بجلد الانسان: الشعر والخلايا العرقية والخلايا الدهنية والاظافر. الظفر بيتكون من 4 اجزاء اساسية: الجزء الأنامي بنسميه المثبتة الأمامية، والجزئين الجانبيين بنسميهم المثبتة الجانبية اليمنى واليسرى، وفي الخلف بنلاقي أم الظفر أو الأماكن أو المكان الذي ينمو منه الظفر، وبعد كده بنلاقي الظفر نفسه بينام على الجلد بمنطقة بنسميها مهد الظفر. فالظفر بيتكون زي ما سيادتك شفتي من 4 أجزاء. حضرتك، هل ممكن الظفر الإنسان يبقى دليل على ما يعتريه من أمراض، يعني يكون مرآة لما قد يعاني منه الجسد من أمراض؟ كلام سيادتك تماما كلام مظبوط جدا. بداية الظفر بيتكون من بروتين، مادة كيراتينية زيه زي الشعر، ودي المكون الأساسي بتاعه. الحاجة الثانية ان في تكوينه 5% مواد دهنية، بعد كده بنلاقي الماء او بعض درجة الرطوبة تدخل في تركيب الظفر. الظفر ده من تركيبه بنلاقيه انه بيتاثر بجسم الانسان باشياء كثيره جدا. على سبيل المثال، ممكن يتاثر بالتغيرات اللي بتحصل في هرمونات جسم الانسان. الحاجه الثانيه، ممكن يتاثر بالنزيف الشديد اللي ممكن يحصل عند السيده، او بالتغير اللي بيحصل في كبر السن ويبتدي يدي علامات. الحاجه اللي بعد كده، هو ممكن الانيميا الموجوده في جسم الانسان تخلي الظفر يميل الى الداخل ويبقى مقعر ويبقى زي الملعقه، وبنسميه الظفر الذي يشبه الملعقه. ممكن الظفر ايضا يبتدي يتغير في اشكال معينه من ناحيه اللون ومن ناحيه الشكل ومن ناحيه التركيب والتشوهات الطوليه والعرضيه وهكذا. لو اتكلمنا في البدايه عن الالوان ودلالتها، يعني اذا كان اللون مدي على صفار شويه، او في احيانا بيبقى في الظفر نفسه بيبقى متغير بلونه في خضار او في سواد. سيادتك بالظبط قلتي الوان مظبوطه. نبدا باللون الابيض. اللون الابيض دليل على ممكن اللون الابيض يحدث مع كبر السن، ممكن يكون ليه عامل وراثي، ممكن اللون الابيض يكون مصاحب لبعض النقص في الكالسيوم او النقص في الزنك، ممكن اللون الابيض يكون مصاحب لبعض الامراض في الكلى، ممكن يكون مصاحب لبعض الامراض في الامعاء، ممكن اللون الابيض يكون مصاحب اساسا لبعض التغيرات الفطريه. ادي اللون الابيض. اذا مسكنا اللون الثاني اللون الاصفر، فاحنا بنلاقيه ممكن مصاحب لبعض الامراض الفطريه، وفي بعض الاحيان بعض الادويه بتؤدي الى اصفرار الظفر. إذا اتكلمنا عن اللون الأسود، فاللون الأسود ممكن يكون لصاحب لبعض الإصابات، زي إنسان أخذ إصابة عملت نزيف تحت الجلد ابتدى يسود، أو ممكن بنلاقي بعض الحسنات بتدي لون أسمر أو أسود، أيضا بنلاقي بعض الأورام بتدي لون أسود. اللون الأخير اللي هو اللون الأخضر، ممكن بنلاقي اللون الأخضر موجود في بعض الالتهابات الفطرية، وأيضا بنلاقيه في بعض الالتهابات البكتيرية. لو كلمنا حضرتك عن تشقق الأظافر بمختلف أشكاله، وهل في طرق للوقاية منه وأيضا طرق العلاج؟ هو الحقيقة تشقق الأظافر من وجهة النظر الجلد بالذات احنا بنقسمه إلى نوعين: هل التشقق ده تشقق طولي ولا تشقق عرضي؟ بالنسبة للتشققات الطولية، معظمها بيكون سطحي، بيكون ناتج من استخدام أدوات المكياج العادية، أو ممكن بيحصل في بعض الحالات مع كبر السن. لكن في تشقق طولي بيكون عميق، وده اغلبه بنلاقيه في مرض زي مرض الثعلبه، يعني الانسان بيعاني من سقوط في الشعر بطريقه معينه والاظافر بيكون فيها تشقق طولي، او في مرض زي مرض الحزاز، او في بعض الامراض الفطريه، ده التشققات الطوليه. التشققات العرضيه ايضا بتكون يا اما سطحيه يا اما عميقه. التشققات العرضيه السطحيه بتكون بتيجي من اليد، لما بيكون بيستخدم المياه مره كتيره ويبقى الايدي موجوده في المياه كتير زي ست البيت ما بتستخدمها دايما. اما التشقق العرضي العميق فبنلاقيه في مرض زي مرض الصدفيه. وزي ما احنا بنقول، يبقى واضح جدا ان من منظر الشكل للظفر نفسه، سواء كان في تشققات او في تغير في اللين في اللون، او في بعض الاحيان بنلاقي في زياده في السمك، يعني ممكن بنلاقي زياده سمك الظفر نفسه
وده بنلاقيه الحقيقة ممكن في مرض زي مرض الصدفية، ممكن بنلاقيه في مرض زي مرض الحزاز، ممكن بنلاقيه في بعض الفطريات. حضرتك بالنسبة لطرق العلاجات المختلفة والوقاية، هو الحقيقة بالنسبة للعلاج بالنسبة لأمراض الأظافر كثيرة جدا. بداية بنقول إن ما نخليش إيدينا مبللة فترة طويلة، دي حاجة. الحاجة الثانية ما نحاولش نستخدم المواد الكيميائية، ست البيت اللي بتستخدم مواد كيميائية علشان تنظيف الحاجات والحاجات دي كلها، بنحاول إن احنا نبعد على قد ما نقدر، دي حاجة. الحاجة الثالثة طلاء الأظافر نفسه والكيماويات اللي بنستخدمها في طلاء الأظافر لابد إن يكون في اعتدال في استخدامها، ما تبقاش على طول موجودة للظفر، إن الظفر ده كائن بيتهوى بيتنفس، ما أقدرش أكتمه على طول، دي حاجة ثالثة. الحاجة الأخيرة اللي هي بعض الناس اللي بتستخدم الأظافر الصناعية، بنقول لهم إن استخدام الأظافر الصناعية لابد إن يكون ليه احتياطات معينة. معروف إن الأظافر الصناعية دي ممكن تعمل كتم للأظافر، فممكن تؤدي إصابة لبعض الفطريات والالتهابات وتبقى مشكلة. الحقيقة دي النصايح اللي دايما بنقولها بالنسبة للأظافر، إنما طبعا بنقول إن الأظافر زيها زي اليدين زي ما قلنا في البداية، بتعتمد زيها زي البشرة، يبقى أنا محتاج إن أنا أستخدم كريم اليدين بيستخدم على الأظافر أيضا وبيدي تغذية معينة للأظافر، ودي حاجة مطلوبة بالاعتناء بالأظافر. احنا بنشكر حضرتك على هذه المعلومات القيمة، وبرضه بنتعرف على حضرتك على لمسة الوفاء اللي بتقدمها لمشاهدينا من غير القادرين. الحقيقة برنامج ربيع العمر ده من البرامج المحببة جدا إلى قلبي، ويعني أنا بتشرف دايما بأي عدد من الحالات أو العمليات الجراحية من خلال البرنامج. بنشكر حضرتك على هذه اللفتة الكريمة، وكنت ضيف عزيز علينا يا فندم. شكرا.